سيد أرطغرل، سأخبر الإمبراطور أنك اضطررت لتقتل الوغد دراغوس بعد الهجوم الذي حدث، وهذه هي الحقيقة. إن سمعت حفصة فلن تستطيع الوقوف، سيتوقف قلبها. كلامك صحيح، من الأفضل أن نخبرها بأنفسنا. سيدة إليبيلجي، رجال الكلب دراغوس تسللوا إلى هنا، لكننا قضينا عليهم جميعا. والسيد أرطغرل قطع رأس عديم الأصل قاتل والدك. أصيب في القتال يا ابنتي. أصيب في القتال؟ هل إصابته خطيرة؟ ما الذي جرى له أمي؟ أخبريني. أختي هيا تماسكي، إنه بخير الآن، السيد أرتوك بجانبه. يجب على حدي السيف أن يكونا حدين، وحين يظنون أنك ستضرب بحد باغتهم بالحد الآخر فورا. خاطرت بنفسك رغم أنك تعلمين أنهم سيحاولون قتلك. أتظن أن ذلك يهمني؟ أنا أقبل بالموت سيدي، إن حدت عن العدالة يوما أفضل الموت على العيش مع ذلك الخجل. أنا أريد القليل منه. سلمت أختي. ما شاء الله يا بامسي، فتحت عينيك أسرع مما توقعنا. سلمت سيد أرتوك. خوفي كان أن أموت دون الحصول على العفو من سيدي. سيد أرتوك، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. وعليكم السلام، اسمح لنا. حسنا. سيدة إلجين، كيف هو حالك؟ هل أنت بخير؟ بخير، أنا بخير والحمد لله. أنت تعرف جرح السيف أيضا يزول بعد أيام، ولكن يا سيدي جرح القلب لا يزول، طوال الوقت يحرقني ويكويني. وما هو الذي يكويك؟ أنت يا سيدي، أنت سيدي، لقد خفت ألا تأتي وألا ترغب برؤيتي إطلاقا. أردت أن أنادي عليك سيدي وخفت ألا تسمعني. سيدي، عندما أنت خاصمتني شعرت كل العالم خاصمني. لن أخاصمك أبدا حتى لو خاصمني العالم كله بامسي. بامسي، هدفنا ليس الغافل بل الغفلة، وليس المخطئ بل الخطأ. سيدي، صحيح أن رأسي بلا عقل، لكنني أعلم أنني أحزنتك، وأقسم لك إنني ندمت كثيرا على الخطأ الذي ارتكبته. أنا عرفتك سيدا لي على الدوام، وقبلتك برأسي سيدا لي. غياب عقلي كان سببا بجهلي وغفلتي، لكن استعادة رشدي هو بسبب مجدك سيدي. إن الخطأ هو بسبب جهلي أيضا، ولكن العفو هو من مجدك أيضا سيدي. ربما لا أكون لائقا بالعفو، ولكن تعلمت منك أن السيادة هي إعطاء العفو. تخطيت في حياتي الكثير من الصعاب سيدي، أما أنا الآن عاجز وضعيف سيدي.
أنا أطلب الكرم الذي في قلبك. نحن رفاق طريق تشاركوا الخبز والملح، دافعنا عن أرواح بعضنا في كثير من المعارك، تشاركنا الهم وتشاركنا الفرح أيضا. لا تظن أن إبعادك كان سهلا علي، ولكن طريق السيادة مليء بالامتحانات. في بعض الأحيان يكون الامتحان بأقرب الناس إليك. إن فشلت في هذا الامتحان ستكون العاقبة وخيمة على الجميع. بما أنك قد فهمت خطأك وندمت يا بامسي، وكما أن الله يعفو عنا فهو يطلب منا أن نعفو أيضا. سيدي، أنت فقط قل لي أن أصبح أرضا وسأحمل على كتفي الجبال. قل لي، قل يا بامسي، وأنا سأكل كل الخرفان والطعام المطهو هنا. سيدي، قل لي، هل دفئ قلبك نحو بامسي المجنون سيدي أرطغرل؟ بامسي، حتى لو برد قلبنا في وقت ما، فالشيء الذي سيدفئه هو ندمك وصدقك يا أخي. بعد أن اطمأن قلبنا على ندمك وعلى صدقك، هل يعقل ألا يدفأ قلبي الآن؟ بطلي، إياك أن تخوض قتالا بلا سيف مرة أخرى. تحسن وتقلد درعك وتعال إلي. ما الأمر لك؟ ما الأمر لك سيدي؟ ما الأمر لك؟ ما الأمر لك سيدي؟ ما الأمر لك؟ أهلا بك سيد بيبولات. أهلا بك يا سيد عبد الرحمن. السيد أرطغرل في انتظارك. جيد جيد، هيا. أخي، سأزور السيدة حفصة لأواسيها بمصابها، هذا إن سمحت لي. لا مانع لدي، اذهبي. إلي بلجي، السلام عليكم سيد أرطغرل. وعليكم السلام سيد بيبولات. أين السيدة سيرما؟ ألم تأتي معك؟ ذهبت لزيارة حفصة، ستأتي بعد قليل. تفضلا واجلسا معنا. سلمت.
لقد سمعنا عن بطولاتك سيد بيبولات. أولا الباستي، ومن ثم دراغوس وأعوانه الكلاب. أنت والسيد أرطغرل تعاونتما معا وقضيتما على الأعداء بضربة واحدة. إن سوغوت موطننا جميعا، والحفاظ على هذه المنطقة وظيفتنا، فعلنا ما يقع على عاتقنا. كما قلت اليوم، هذا الأمر لن ينتهي بدراغوس فقط، فلا يزال هناك الكثير من الأعداء. يجب أن نتحد حتى نحاسبهم جميعا. اقتنعنا يا سيد أرطغرل بأن كل أعمالك كانت من أجل سلامة المنطقة. أياً يكن العدو بعد الآن، وظيفتنا هي أن نكون إلى جانبك أنت أولاً. ليس لدينا شك بأنك ستكونين إلى جانبنا من أجل إحقاق الحق. إن أول ما سيحمينا في هذه الأراضي الحدودية وحدتنا معاً ووفاؤنا أيضاً. ولا تنسوا بأن ما يعطي الجبروت لأعدائنا ويجعلهم يقفون في وجهنا فرقتنا وخيانتنا. إذا ما اتحدنا معا سنصبح أكبر وأقوى. ولن يجرؤ أبدا أي من خصومنا على مواجهتنا. إلى أين تذهبين مينغو؟ لست ذاهبة سيدتي، أنا... كنت أنت وأختي تتهامسان قبل أن نأتي. قولي إلى أين تذهبين؟ أتخفين شيئاً عن سيدتك؟ أستغفر الله سيدتي، وهل يمكنني أن أخفي شيئاً ما عنك؟ السيدة إليبيلغي طلبت مني أن أعطي عبد الرحمن آلب رسالة، وهو سيقوم بإيصالها للسيد أرطغرل. أنت تعرفين مينغو، لطالما كان الحب أعمى. أعطني تلك الرسالة، أنا سأسلمها. لكنها طلبت أن أوصلها، أخشى أن تغضب. أنا أختها ولن تغضب. أليست كل غايتها أن تصل الرسالة؟ أنا سأوصلها. جلبت هدايا من أجل أسليهان وآيبارس، خذيها من سرج حصاني وأحضريها لي. كما تريدين سيدتي. أختي، ما الذي تخططين له مع أرطغرل يا ترى؟ استمري في لعبتك، فنحن نعرف كيف نفسدها. لقد تغلبت على دراغوس المزيف والحقيقي سيد أرطغرل. إن قلعة ليفغي الآن غير محمية مثل عش عصفور، حصار واحد وتسقط على الفور. تقول الصواب، لكن الآن ليس هو وقت حصار القلعة يا سيد بيبولات. لماذا؟ إنها إحدى مصائب البيزنطة، وما دمت قد طهرتها من الثعالب حان الوقت لتنقض كذئب شرس. حتى الإمبراطور أدرك هذا فأرسل مبعوثه لمقابلتك. أرسله لطلب مختلف، لكنني تدبرت أمره. لن أعطيه ما يريد، بل سآخذ ما أريد.
أنت لا تعلم أن حصار قلعة ليس بالأمر السهل، لأنه لم يسبق لك أن فتحت قلعة من قبل. وقبل فتح القلعة هناك ثعلب آخر علينا أن ندهسه أيضاً. سأغرز مخالبي ثم سأدهسه كما الكلاب. ومن هو سيد أرطغرل؟ الباستي. الباستي؟ لكنه مات، أنا قتلته. لا، لم يمت سيد بيبولات، لقد قتلت رجلا من رجاله تنكر بزيه. كلب وضيع. القبض على رجل كهذا ليس سهلا أبدا. على العكس، فحد سيفي على رقبته الآن. فقط خطوة واحدة وسأقبض عليه بكلتا يدي. هل تسمحين لي سيدة حفصة؟ تفضلي سيدة سيرما. أهلا بك. سلمتي. أين الصغيران؟ ترى أينهما؟ ذهبا إلى خيمة العلاج ليطمئنا على والديهما، لقد اشتاقا لرؤيته، وأنا كنت أجهز ثيابا من أجل بامسي. تفضلي اجلسي. أتيت بهدايا للصغيرين، آمل أن تعجبهما فليفرحا ولو قليلاً في يومهما الأليم هذا. سيدة حفصة، أدامك الله سيدة سيرما. سمعت ما الذي حدث لبامسي وحزنت لما حل به. كان من الواضح أن هناك فاجعة ستحدث في النهاية. سمعت أنه دخل القتال بلا سيف. لو أن السيد أرطغرل لم يعاقبه لما حل به ما حل. لا علاقة لسيدنا بما حدث، لأن بامسي إن رأى معركة يدخلها حتى وإن كانت يداه مكبلتين، ولأنه أيضا هناك مكائد أخرى خلف ما حدث في سوغوت، لكن سيدنا أرطغرل تغلب عليها بحمد الله. وهل تنزلت السيدة سيلجان والأم هيما لزيارتك؟ فلتسلما، لم تقصرا أبدا ولم تتركاني لوحدي. ربما ندمتا على ما فعلتاه وقدمتا بسبب عذاب الضمير. أختي سيرما، لم يكن لديهما شيء متعمد تجاهنا، وظننت بهما السوء بسبب غضبي، لكنهما مظلومتان. سيدنا أرطغرل أنقذ ولدي آيبارس، لو لم يدركهم في آخر لحظة لقتلوا بامسي وولدي أيضا. وبينما كنت أحترق وأغلي هنا، الأم هايمة والسيدة سيلجان قامتا بمواساتي. لدي هم وحيد الآن وهو بامسي. لا أريد أي شيء سوى أن يقف على قدمي. إذا فلتسمحي لي. شفاه الله وعافاه. آمين. بعد أن تأخذ هذا العلاج ستنهض شيئاً فشيئاً إن شاء الله.
ثم ننقلك إلى خيمتك بامسي. سيد أرتوك، سلمت لنا ليحفظك الله ويرضى عنك. دعاؤك لنا هو الشفاء الحقيقي لأرواحنا. أما أدويتك التي تصنعها فهي الشفاء لأبداننا. لا يمكننا أن نوفيك حقك أبدا. إنه تقدير الله بامسي، تقدير الله. يجب أن تنهض أولا والباقي سهل. سيد أرتوك، بعد الآن كل شيء سيكون سهلا عليه، فقد سامحني السيد أرطغرل. هل تعلم؟ لقد خفت كثيرا من ألا ينظر إلي السيد أرطغرل مشددا، وألا يتحدث معي مجددا. هذا ما ألمني حقا. لو لم يسامحني لكنت مت قهرا بعذاب الضمير. السيد أرطغرل خاف أن يفقدك بامسي، وهو الذي كوى جرحك. هذا هو سيدي، إنه السيد. اسمع بامسي، هذه هي السيادة، حد من نار وحد من تراب، حد من فولاذ صلب وحد من حرير. كما يعرف كيف يحكم بالعدل وكيف يعاقب من يستحق، يعرف أيضا كيف يظهر رحمته للجميع. سيد أرتوك، صحيح صحيح، سيدي أرطغرل يعرف كل شيء. هل تسمح يا سيد أرتوك؟ إنهما ولداي. تفضلا. هل تسمح لنا برؤية والدينا قليلا سيد أرتوك؟ أتيت مع آيبارس لرؤية أبي. حسنا تفضلا. أبي أبي. آيبارس. ولداي، الجرح ما يزال حديثا فلا تضغط عليه. سيد أرتوك، دعهما يحانقاني لأن لمساتهما الناعمة وابتسامتهما شفاء حقيقي. ما شاء الله ولدي. هل أنت بخير؟ يا شبل الأسد، يا زهرتي الجميلة، أنا بخير بخير مثل الجبل بإذن الله، لا تخلق علي أبدا. خفنا كثيرا من أن يحل بك شيئا وتتركنا لوحدنا أبي. أوه ابنتي الجميلة، لا شيء يدعو للخوف. انظري إلي، انظري كالجبل بإذن الله. وثانيا، لقد جاء السيد أرطغرل وزارني ليطمئن قلبه علي، فلا تعكر سروري. هل زارك أبي؟ وهل سامحك أيضا؟ إن صبري وكذا ندمي وألمي جلبوا سلامتي. سيدي سامحني والحمد لله، والآن لا أحد يستطيع أن يمسكني. تأنى قليلا بامسي، قلنا إنك تتعافى ولم نقل أن تنهض الآن. حسنا حسنا، أنا بخير أنا بخير يا ولدي الحبيبين. ما شاء الله ما شاء الله عليكما. هاي بارس. هل تسمح لي سيدي؟ تعال عبد الرحمن. هناك رسالة لك. ممن؟ من السيدة إلي بيلجي، أوصلتها السيدة سيرما سرا. أوصلتها السيدة سيرما؟ سلم اذهب أنت الآن.
لقد قلت لك يا أخي، شكوكنا حول أختي لم تكن عبثا أبدا. هل علمت شيئا؟ رأيت أختي تعطي رسالة لمينغو، فأخذت الرسالة من يدها. كتبتها لأرطغرل. وماذا كتبت له؟ سيد أرطغرل، سأريك شخصا مهما، لنلتقي في المكان السري الذي نعرفه. وأين الرسالة؟ لم أتلفها، بل أرسلتها لأرطغرل مع رئيس محاربيه عبد الرحمن ألب. لو لم أسلمها لشكوا بنا، فكرت بأن العب لعبة من خلالها. فكرة جيدة أختي، سلمت لنا. أخي، ما معنى أن يلتقيا بشكل سري؟ ومن هو الشخص المهم؟ أم أنه الرجل الذي أصبته بسهم؟ إذن لقد أنقذته وأخفته عنا. إن أختنا تحفر قبرنا بتعاونها مع أرطغرل. كان ذلك واضحا من كلامها أمامي. هذا كثير جدا، ستجعل كبرياء سيادتنا في الأرض. هذه خيانة واضحة. ماذا سنفعل؟ هل سنسمح لأرطغرل بأن يأخذ رجلنا هكذا؟ سنتركها تذهب، لكننا سنلاحقها. أما أرطغرل، وعندما يأتي من أجل لقاء أختنا الخائنة سأحاصره. عندها سيدركاني هل أنا الأقوى أم سيد قبيلة الكاي. وأختنا ماذا سيحدث لها؟ أختي التي لا تعتبرني موجودا ولا تفكر بكرامتنا، والتي تحيك أمورا قذرة من خلفي لا أهمية لها بالنسبة لي. بالتأكيد سأعطيها العقاب الذي تستحقه. لا تبعدي عينيك عنها، لأنها ستكون الطعم الذي سيأخذنا إلى أرطغرل. الأمر لك أخي. أرطغرل يعلم أن ألباستي لا زال حيا، وقال بأنه بقيت خطوة ليمسك به. كان يقصد ذلك الرجل، لكن ما من طريق إلا بقتله. عندما فهم ببولات أنه لن يخرج حياً، قام ببيع دراغوس وانتقل إلى صفنا. ظن أنه أنزل ستارة على أعيننا، لكننا نحن من أنزلنا الستارة على عينيه، لدرجة أنه اعتقد أننا لم نفهم حقيقته. إن ظهر الثعلب يوماً في ثوب الأسد فسيكشف نفسه بفرائه وأثره. إنه يقوم بالخيانة دوماً. حتى هذه اللحظة كل ألاعيبه كانت هباءً. إن قام بلعبة أخرى فلن يستطيع إنقاذ رأسه حينها. نحن من سنعطيه مفاتيح اللعبة تورغوت. أرسلت إليه خوفاً سيجعله يتحرك كالبرق وسيهرب حتى من نومه. لن يقوى على الوقوف أبدا. كيف أخفته سيدي؟ قلت إن ألباستي لا زال حيا، وقلت أيضا إن أنفاسي تلاحق آثاره. إذن سيقوم بلعبة أخرى وسريعة. الخونة كهؤلاء يقف خوفهم أمام عقولهم ويجعلهم يهجمون يمنة ويسرى. هذا هو ما نريده الآن. الخوف سيجعله
يصل إلى حالة مزرية. سيأتي إلى سيفنا الأسود بقدميه وينزل قناعه بنفسه أيضاً. وما سأفعله عندما أمسك به سيجعله يندم على أنه لم يمت من قبل. هل فكرت جيداً بكلامي؟ فكرت سيد أرطغرل، ولكن أتساءل حول شيء. لماذا تريد منطقة انحسار؟ سوف أضع 3 قبائل عند أطراف قلعة ليفكي، وهكذا سنؤسس أول خط حماية ضد الخطر الذي سيأتي من هذه القلعة. بتلك الحالة ستبقى هذه الأراضي بعيدة عن أي خطر، وفي الأوقات الصعبة سوف تكون موقعاً نتصدى به لمواجهة تهديدات القلعة ولحماية القبائل التي سأضعها. بالنسبة لنا ليس بالأمر السهل أن نقبل بهكذا شرط. لنتكلم عن شرط آخر. لا يوجد شرط آخر. المحاربون ينتظرون بكل شوق لفتح قلعة الشر ليفكي، وأنا كذلك. إما أن تختم أوراق الاتفاق الآن أو لن أترك حجراً على حجر في القلعة، وكذلك سأعلن الحرب على من يقفون مع قلعة ليفكي. حسناً، أنا موافق. أتمنى أن تبقى عند كلامك لنؤسس تجارتنا وننعم بالأمان والسلام. موقع انحسار الذي يحكم الحدود هو أهم من قلعة ليفكي بالنسبة لنا يا سيدي. انتصرنا بقوة السيف وانتصرنا بالمفاوضات والاتفاق. نطلب من الله التوفيق. آمين. سأضع في تلك المنطقة الأهالي والدراويش الذين هربوا من المغول. منطقة انحسار ستكون المكان الذي يعيد الحياة إلى الأتراك، وستكون الأمن للعالم الإسلامي بكل أركانه. إن شاء الله سيدي، ليفتح الله طريقنا. آمين. أنا أقبل بالموت سيدي إن حدت عن العدالة يوماً.
أفضل الموت على العيش مع ذلك الخجل. أنا متأكد بأن بيبولات هو من أمر بقتله. لا أصدق حتى أرى بعيني. سوف ترين هذه الحقيقة بعينك.